السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على الولادة ديال الارانب. هذا الارنبة راها عندها تقريبا واحد 3 سيمانات ديال فاش تعاشرت مع الارنب، وان شاء الله غادي نتبعوا معاها هي وواحد شانشيلا راها مخشية في البريد ديال الارانب. انا هذا الكاج هذا عندي فيه واحد الميزة مزيانة، ان ها هو يخرجوا ياكلوا هنايا هكا. ها هي العلافه ديالهم، ها انتم هي دخلت، انتم كتلاحظوا ها هي العلافه ديالهم ياكلوا كل وحده بوحديتها. وهاد الكاج دايرين فيه واحد السلك، ها هو هنايا هذا، منين ما تبغيهمش يدخلوا كتسد عليهم هكا، كتسد عليهم منين يقربوا يولدوا. هاد السلك ها هو هذا كتسد عليهم. دابا تقريبا بقى لها هذه واحد اسبوع حتى الاسبوع ونصف وغادي تولد ان شاء الله. انتم كيفاش الطريقه باش كتخدم هذا المكان ديال الولاده؟ انتم راه كاينين هذا الكاج عندي فيه 4 ديال الصنادق، انتم الاول، الثاني، الثالث، الرابع، هما كلهم عندهم بلاصه كيدخلوا للداخل وكيخرجوا باش ياكلوا، كيدخلوا سميتو باش يولدوا. في هذه الايام ان شاء الله راني داير باش نجيب لهم هذاك النجاره، انتم كما كتشوفوا واحد الشبكه راه كاينه تحت، ها هي الشبكه، ها هي هذيك الشبكه كتعمرها لهم بالنجاره، هي دايرينها مفجه على حسب عزكم الله الفضلات ديالها، مثلا ما تبقاش ودير شي مشكل. انتم كتشوفوا ها هي دابا هذه كنجيب واحد النجاره، ملي كتقرب تولد هي كتبقى تنتف راسها، كتبقى تحيد الزغب ديالها وكتفرش تغطي وليداتها على حسب البرد. وهذه تما هذيك هي الاشاره بان راها راه باغا تولد. انايا هذا الشبيك اللي دايرينو غير كافي، انا خصني القناين ما يشوفوهمش شي حد يبقى يطلع عليهم، ولا لان كاين الارنب اللي ما كيبغيش الصغار ديالو يتنظروا. ها انتما درت لهم هذه الطريقه، هذه غلفت هاد الكاج، انتما كتشوفوا ها هي دايره الشانشيل راها جالسه لداخل، ها هي تبارك الله راه كتسنى حتى هي سميتو عندها تقريبا بحالها بحال نيوزيلنديه. ها هي ملي كتطلعوا عليها ها هي، ايوا من الاحسن درقها بحال الطريقة او بخنشه بحال هكا، انتما كتشوفوا كتطلع عليها هكا. وهاد سميتو بلاصه الولادات كتكتبوا عليهم ارقام، انا كتبت 1 مثلا، 2 3، راه الرابع ليه. هادو فيما كيولدوا خاص يقربوا يولدوا جيبوا النجاره، او كاين اللي كيدير الصوف، كاين اللي كيدير التبن، غير هو هذيك النجاره او التبن خاصها تكون مغربله، ما ديروش نجاره يعني تكون رقيقه، لا غربلوها، ديروا غير الغليظ. ان شاء الله في شي فيديو قادم غادي نوريكم كيفاش نديروا الطريقه ديال النجاره، التغربيل ديالها خاصها تكون غليظه باش ما تدخلهمش في نيوفهم هذوك الصغار ولا قدر الله يموتوا. اذا هذا هو الموضوع ديالي هذا النهار، زعما كما كتشوفوا هما بلاصه الولاده كتخرج كتاكل وكتدخل للبلاصه ديال فين كتولد، والبلاصه فين العلافات هي علافه وحده مفروقه، دايرينها مفروقه على جوج، هذه بوحدها وهذيك بوحدها. ولا بغيتي دير الماكله ها هما دايرين لها من الفوق هكا. ثم خذوا هذا النموذج، هذا تقدروا تصنعوه بوحدكم، تقدر تشريوه جاهز. يلا الى عجبكم الفيديو ان شاء الله، اولا نرحب بالتعليقات ديالكم الطيبه وكنشكركم، ولا عجبكم الفيديو شاركوا معنا وتكيو على زر جيم وتكيو على الجرس كي يصلكم الجديد. والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله. هنا كان وعدكم ان ان شاء الله هاد الارنبه هذه غادي نتبع معها باش الولادة ديالها تكون في حلقات إن شاء الله. إذن إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.